مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الرمضاني، برنامج حزمة رمضان. حزمة رمضان اليوم تتعلق بموضوع مهم، في أخبار بما أن في الشهر الكريم شهر رمضان، في أخبار السلوكات اللي مارسوها الأفراد يومي بشكل يومي في رمضان. وبطبيعة الحال رمضان يجيهم بجو جديد وبمناخ جديد، ما هو المناخ اللي مول فينو في يسبق، وبالتالي يخلق فم تغيير في السلوك. موضوع الحلقة اليوم مشاهدينا الكرام هو سيكولوجيا الصائم، وإياك نقربكم أكثر. استضفنا لكم الأستاذ باحث دكتوراه في كلية الآداب بجامعة محمد الخامس بوغنبور سيداتي، يا قير سابق ذاك اللي تشوف معنا مشاهدينا الكرام فقرة حقائق وأرقام، ونرجع لضيفنا الكريم. أجمع خبراء وباحثون على أن للغضب الذي يشعر به الصائم عدة عوامل، أبرزها ارتفاع مستوى السكر في الدم، والحديث المتكرر نفسه عن الصيام، بالإضافة لعدم القدرة على ضبط النفس بسبب الانتقال من نهج اعتاد عليه إلى حالة جديدة. هل تعلم أن العلم اليوم أثبت أن الصائم إذا اعتراه غضب وانفعل وتوتر ازداد إفراز هرمون الأدرينالين في دمه زيادة كبيرة تصل من 20% إلى 30%؟ إن الازدياد الشديد للأدرينالين بفعل الحالة الغضبية للصائم تنجم عنه الحقائق التالية الآتية: خروج كميات كبيرة من الماء من الجسم بواسطة الإدرار البولي، يؤدي لنوبات قلبية أو موت الفجأة عند بعض الأشخاص المهيئين لذلك نتيجة لارتفاع ضغط الدم وارتفاع حاجة عضلة القلب للأكسجين من جراء ازدياد سرعته. قد يسبب النوبات الدماغية لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين. أستاذ سيداتي، مرحبا بك وسهلا برنامج حزمة رمضان. بك وأهلا أخي أستاذ. بداية، دائما معروف عن رمضان منين يهل ويجي، دائما تتغير مجموعة من السلوكات فيما يخص سلوكات الأفراد تجاه فيما بينها، وبالتالي يعود الإنسان الصائم ما كان متعود عليها تطرأ عليه، معناها أنه مناخ جديد. نختارك تتحدث لي عن سيكولوجيا الصائم، نفسية الصائم مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أشكركم الحقيقة على ضيافة، أشكر قناة العيون على ضيافتنا من خلال برنامجكم حزمة رمضان. وأكيد الإنسان والفرد بشكل عام في المجتمع والمجتمعات العربية خصوصاً الإسلامية المرتبطة بشهر رمضان، طبيعة الحال لأنه هذا الموضوع يخص فقط المجتمعات العربية الإسلامية، وبالتالي فالفرد داخل المجتمع طبيعة الحال يمسه تغيير أساسي من خلال هذا الشهر، لأن هذا الشهر هو خروج عن المألوف طبعاً بالمقارنة مع الأشهر الماضية، لأنه هذا الفرد يعني سينقطع أول شيء عن الأكل والشرب. المسألة الثانية هو أنه سينقطع أيضا عن الرغبة الجنسية، عن أي موضوع آخر يعني يلبي حاجياته كالمعتاد في أشهر الماضية. فيما يخص رمضان، أعتقد أن الفرد طبيعة الحال هو مقبل على الانفعال. في مسألة سيكولوجي الفرد هو الجانب النفسي، يعني في الجانب النفسي أعتقد أنه مرتبط تماما بالجهاز النفسي للفرد، يعني هل هو يمكن أن يتحمل هذا الشهر بما حمل، يعني لأنه مطلوب منه عدم الأكل، عدم الشرب، الحد من الرغبات مثلا الجنسية، رغبات الحديث، الكلام عن الآخر، هكذا. وبالتالي هو في حالة انفعال لكنها بطنية فقط. ما يخص هذه البطنية، أعتقد أنها بطنية. لماذا؟ لأنه في أي لحظة يمكن أن ينفجر، وبالتالي يعني الأفراد يختلفون من فرد لآخر. لماذا؟ لأن هناك أفراد مثلا لهم علاقة مدمنين على أشياء معينة، مثل التدخين، مثل أتاي مثلا، مثل كثير من الأمور، وبالتالي هؤلاء الأفراد هم أكثر أفراد عرضة للانفعالات وللصراع مع الأفراد الآخرين داخل المجتمع انطلاقا وسط هذا الشهر. فيما يخص الجهاز النفسي، يعني بطبيعة الحال هو لازم أن نوفق بين
الجهاز النفسي هو ثلاث مسائل يتكون من الهو والأنا والأنا الأعلى. الهو هو كل ملذات الغرائزية يعني من فطرية مثلاً، هي فطرية بطبيعة الحال لا محدودة إلى حدود. أما فيما يخص الأنا الأعلى هي القيم، هي المبادئ، هي كذلك بشكل غير محدود، يعني الأخلاق، المبادئ، القيم، هكذا. فيما يخص الأنا هو الذي يحاول أن يكيف بين الموضوعين معاً، يعني يحاول أن يجعل الإنسان فعلاً منخرط في المجتمع بسلوك منضبط، يخضع لطبيعة الحال القوانين الاجتماعية، وبالتالي نحصل على فرد متزن ينسجم مع 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 هذا الواقع. فيما يخص رمضان أيضا، هناك أيضا المجتمع في حد ذاته وانطلاقا من الأسرة بطبيعة الحال، الأسرة أصبحت تجهد نفسها، لأنه هذا الشهر هو شهر عبادة، وشهر أيضا تقرب إلى الله، وشهر أيضا إعادة النظر في 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 العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، ومراجعة النفس وعلاقته أيضا مع الأفراد. يعني هناك علاقة مع الله وعلاقة مع الأفراد، وبالتالي هذا الفرد هو مطالب منه أنه يعيد النظر في 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 مدى يعني في سلوكاته وفي علاقته مع الآخر. في نظري هناك يعني فيما يخص هذه المسألة، هي مسألة مهمة، لكن الجانب الاقتصادي هو جانب مؤثر جدا في العلاقة بالأفراد. مثلا أعطيك نموذج، ارتفاع أسعار، مثلا ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية مثلا الذي يستهلكها المواطن في رمضان، يعني هي من الجوانب الأساسية التي تؤثر وتجعل مثلا على مستوى الأسرة جو مكهرب، لأنه مواد بطبيعة الحال ومتطلبات رمضان بطبيعة الحال هي اجتماعية، بطبيعة الحال تتنافى مع تماما الدين، لأن الدين بطبيعة الحال هي ليس مائدة، يعني نحن اليوم أصبح رمضان بالنسبة لنا هو مائدة، إعداد مائدة، ترى مثلا النساء مثلا على مستوى النهار كله يقومنا بإعداد ما لدى ومطاب، بالليل كذلك ينظفنا الأواني وكذا، والعملية تمر يعني يمر شهر رمضان كله نساءنا فقط في هذا الجانب، وبالتالي هم في حالة توتر وتعب وكذا. كيف كما هو الحال بالنسبة للرجال، الرجال يعني رمضان يجهدهم طبيعة الحال، يكلفهم كثيرا، مصاريف كثيرة، لكن الحقيقة هو هذا كله خروج فعلا عن سياق وعن الأساس من رمضان. رمضان هو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هو إصلاح ذات البين بين الأفراد، هو العبادة، الذهاب إلى المسجد، القيام بالأعمال الخيرية، الحث على التضامن والتكافل إلى ما هنالك. إذن فيما يخص رمضان أعتقد أنه هو فعلا له تأثير أساسي على نفسية الفرد طبيعة الحال في مجتمعنا اليوم، نظرا للتغيرات التي عرفتها طريقة الصيام أو الصيام بشكل عام كما في حتى في هذا الإطار ممكن نستظهر بعض الحالات مثلا اللي صحيح بعض الحالات مثلا على مستوى السوق، على مستوى السوق مثلا تجد هناك تزاحم كذا، يعني مجرد أنه لما مثلا ألفاظ النابية نجد على مستوى السوق، على مستوى الموانئ، على مستوى كذلك في الشارع ألفاظ نابية، على مستوى الدوريات التي تقام مثلا في الأحياء الشعبية، إذن هذه ألفاظ النابية هي 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 ردة فعل، هي انفعالات كلها، وبالتالي نحن انفعالات كذلك نعم. إرادية أو لا إرادية مثلا؟ بطبيعة الحال هي إرادية بطبيعة الحال، وهي دافعها هو الانتقام مثلا من الآخر، لأنه مثلا محروم من لذات ومن رغبات كذا، وبالتالي هو يصرف هذا الانفعال بهذا الشكل غير لائق، مثلا السب أو الشتم أو إلى ما هنالك. وبالتالي أنا أنصح دائما بأنه يحاول الإنسان أنه يكيف نفسه مع هذا الشهر، ويعرف ما هو الغاية من هذا الشهر، ما هي الغاية من هذا الشهر طبعا، وأيضا يحاول الرجوع ويعرف كيف يصرف هذا الانفعال، يصرف هذا الانفعال فعلا. المسألة متعلقة بأن الإنسان أمام مثلا وضع جديد، هو مثلا عدم الأكل، عدم الشرب، التحلي بسلوكات وأخلاق ومعاملة كذا، ولكن في نفس الوقت يجب هو أن يفهم هذا الموضوع وأن يكيف نفسه مع هذا الوضع الجديد، وبالتالي الانفعالات هنا يجب التحكم فيها، وذلك من خلال الطريقة التي يتم تصريفها. فعلا الانفعالات كل ينفعل، ولكن يجب أن نتحكم في طريقة تصريفها، هذا هو المهم. زين حتى وبالنسبة للمجتمع احنا هون يمكن خاصة الأمر أكثر، مجتمع البيضان طبيعة الحال حسب دراستك انت كباحث مثلا صحيح، مجتمعنا بطبيعة الحال هو
هو الآن في انتقال من مرحلة يعني من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية، وبالتالي نحن اليوم بالرغم من كل شيء مجتمعنا الحمد لله لا زالت هذه الظواهر مثلا غائبة بشكل كبير، يعني لا زالت الحمد لله لم تغص فيه، وبالتالي يجب إعادة النظر. بالتالي يجب أن نحن كمجتمع صحراوي أن نحاول أن نكيف وضعنا الجديد، وضع رمضان، حالة رمضان مع ما يلائمنا ومع ما ينسجم مع عاداتنا وتقاليدنا طبعا. ورمضان بطبيعة الحال هو له تاريخ، ومجتمعنا بطبيعة الحال اليوم أصبح يميل لهذا الجانب الرمضاني المائدي، يعني مرتبط بالمائدة، مرتبط بالمظاهر، مرتبط بعيدا عن طبيعة الحال التكافل يعني والتضامن، بعيدا عن الذهاب إلى المسجد وكذا. يعني أنا في نظري بأن مجتمعنا اليوم الحقيقة اختلطت أوراقه، وبالتالي لا بد له أن يعيد النظر في هذه المواضيع من خلال طبيعة حال شهر رمضان، يعني ليس فقط شهر رمضان، جميع الجوانب الأخرى الدينية مثل عيد الأضحى وغير ذلك. يعني زين، حتى بما تنصح هذا الشباب اليوم بالأخص الشباب المدخن اللي دائما صحيح يقبض تري راس تباك، وبالتالي والله صحيح أنا لأنه ياسر من المقطع في كلامك ياسر من الشباب اللي يعود أصلا يدخن مثلا يعني يفوت عليه نهار كامل ما يترى لابد بطريقة لا إرادية لابد تغير سلوكه، باش تنصح أنت لضبط النفس بطبيعة الحال نحن بطبيعة الحال يجب أن يكون مؤمنا. مسألة هون مرتبطة بإيمان الفرد وبقناعاته وبتقربه من الله سبحانه وتعالى بأن هذا الشهر هو شهر من أجل التقرب من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يجب هو أن يكيف نفسه وأن يبتعد عن أماكن التي يمكن أن تقع فيها مشحنات أو تقع فيها نوع، بعيدا عن الأسواق، بعيدا عن أماكن التي فيها الازدحامات كذا، لكي لا يتسبب بأن ينفعل، لأنه أقرب فرض الانفعال، لأنه بطبيعة الحال يدخن. وكما تعرفون أن المدخن أول ما يقوم به بعد أذان صلاة المغرب هو تدخين، يعني فما بالك بأنه مثلا يأكل أشياء أخرى، بدل يأكل أشياء أخرى يصبح التدخين. يعني هذا مثلا حتى صاحب أتاي مثلا يقول مثلا بأنه يصاب بصداع مثلا نتيجة أدواخ مثلا بالحسنية صحيح نتيجة عدم شرب الشاي لمدة طويلة أو اليوم طويل عليه كذا، فما بالك إذا كان اليوم حار وجاف وكذا. يعني يحاول الإنسان أن يعرف بأن هذه أشهر وهذه الأيام من هذا الشهر الفاضل هي أيام روحانية، هي أيام وجدانية، هي أيام من أجل إعادة النظر في أفعاله في تصرفاته على طول السنة، لكي يصححها، لكي يجعلها تأخذ مسار صحيح. وبطبيعة الحال هذا الشهر غفران، وشهر بطبيعة الحال إعادة النظر في هذه السلوكات والممارسات، وأيضا باب مصالحة مع الله سبحانه وتعالى ومع أيضا أفراد المجتمع. حتى إلى هنا استاذ سيداتي، إحنا الوقت داهمنا، ما ملينا من هذا الشرح الوافي. أعلم شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة الدكتور سيداتي، وشاكركم أنتم كذلك مشاهدي الكرام على حسن استماعكم وتتبعكم لنا في هذه الحلقة اللي كانت بخصوص سيكولوجيا الصائم. لكم تحياتي وتحيات الطاقم المشرف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.